الأخبار من ATV العدالة. وفيها الحجرف يستجيب للمطالب النيابية ويشكل لجنة تقصي الحقائق حول تخارج التأمينات من إياس. انتفاضة نيابية ضد استقالة هاشم هاشم ومطالبات تدعو لرفضها والتحقيق في أسبابها. الهلال الأحمر تنير قرية يمنية ضربها الإعصار وتحذير أممي من زيادة الجوع بالأرخبيل المنكوب. ومن العناوين إلى التفاصيل. أعلن وزير المالية نايف الحجرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني. وقال الحجرف إنه يقدر ويحترم آراء النواب فيما أثاروه وأن جميع الملاحظات محل نظر، مؤكدا الحرص الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. وأضاف الحجرف أنه على ضوء تلك الملاحظات فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إياس للتعليم الأكاديمي والتقني للوقوف على كل ما تمت إثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين. وأكد الحجرف بأن للمال العام حرمة وأنه لن يسمح بأي تجاوز أو عبث أو فساد، وسيكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها. لم تمر استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم مرور الكرام، حيث انتفض عدد من النواب مطالبين كل من رئيس الوزراء ووزير النفط بعدم قبولها والتحقيق في أسبابها. وفي هذا الإطار قال النائب عبد الوهاب البابطين إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عدم قبول استقالة هاشم هاشم والبحث بأسبابها حتى لا يكون شركاء في مسلسل العبث من قبل بعض القيادات النفطية السيئة، مؤكدا أن قبول استقالة هاشم هاشم تعد مواجهة أخرى قريبة قد يدفع تكلفتها رئيس مجلس الوزراء. من جهته اعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن استقالة هاشم هاشم من منصبه خسارة فادحة للقطاع النفطي، مطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط بثنيه عن الاستقالة، لا سيما أن ما ورد فيها لا يجب أن يمر دون تحقيق. وأكد الكندري أن القطاع النفطي يجب ألا يخضع للقرارات غير المدروسة والتي تخالف السياسات والقرارات التي رسمها المجلس الأعلى للبترول. أما النائب عمر الطبطبائي فقال إنه من غير المقبول السكوت عن استمرار إقصاء القيادات المتميزة بالنفط بسبب السياسات غير المنضبطة من قيادات مؤسسة البترول، مضيفا أن دور الانعقاد القادم سيشهد تقديم تعديلات جذرية على قانون إنشاء المؤسسة تعيد تنظيم الاختصاصات وتوقف استبداد سلطة أي شخص يتولى هذا المنصب. وأضاف الطبطبائي أن أمام رئيس الوزراء فرصة تاريخية لإعادة إصلاح مسار القطاع النفطي، مشيرا إلى أن مسببات استقالة هاشم هاشم جرس إنذار حقيقي للسلطتين. بدورهم طالب النواب طلال الجلال، محمد براك المطير، يوسف الفضالة، ركان النصف وماجد المطيري طالبوا رئيس الوزراء ووزير النفط بعدم قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم وفتح تحقيق فوري فيها. أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن بعثة الجمعية الإغاثية في أرخبيل سقطرى في اليمن التي تعرضت لإعصار ماكونو استخدمت الطاقة الشمسية لإنارة قرية دابا كراجا في سقطرى. وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر في اليمن عبد الرحمن العون إن الجمعية وبالتعاون مع السلطات المحلية اليمنية في سقطرى وفرت الألواح الشمسية والطاقة الاحتياطية لإنارة القرية بالكامل إلى جانب توفير المواد الغذائية والبطانيات والتمور، مشيرا إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها الجمعية تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتخفيف عن المتضررين في أرخبيل سقطرى اليمنية.
وعلى صعيد متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن سكان جزيرة سقطرى معرضون لخطر زيادة الجوع جراء الإعصار الذي ضرب الأرخبيل أواخر مايو الماضي. وقال تقرير صادر عن المكتب الأممي إن بعثة مشتركة من المكتب والمنظمات الإنسانية زارت الجزيرة الأسبوع الماضي لتقييم الاحتياجات الإنسانية بعد إعصار ماكونو، مشيرا إلى أن سكان سقطرى معرضون لخطر زيادة الجوع ما لم يتم إمدادهم بالاحتياجات العاجلة لتغطية الفجوة في المخزون الغذائي التي نشأت نتيجة للإعصار.